مرحب 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 ابو اسمع. مرحب الغالي. مرحب ابوي. شاب اللي غدا؟ والله العظيم انت انت صاحي ليش؟ لحظه، انا عمري ما شفت ناس يتعوا افسخ نعالك برا ندوخ داخل انا من بيتكم صح لا تسوي عشان شبت الراب وانت طالع افسخك وياك اذا بطنك عبرت روح الحمام احسن يعطوك بطن عبره وين يصير وين يصير؟ لها معاني كثيره. لا اذا بطنك عورك اذا في انواع سيل حمام سك الليتات وانت طالع. نعم هاي ايجابيه. شرب ناسك وياك ما عندنا مشاكل. بشكاري خم وراك. بشكاري خم وراك. ايه انزين شوف شوف هذه كاتب لنا هذا خايس. ايه قول ليش؟ ليش؟ الجلاس ما في بشكار. لا يا تحب تشرب تخلي جلاسك مكان احمد؟ بشله. ايه ما عندي. التشيني كيني ممنوع. صحيح. شو؟ لا ترمد على الارض. ايه لا ترمد على الدم. ايه دمك في عينك صح؟ ايه انزين منو بيك كذي؟ هاي قوانين احمد لازم تلتزم بالقوانين. ما علي ابوي. ما علي افسخ نعالك برا في نص ما يستحون. ما علي صح. ايه لا الحين انا وياك. ايه انا لا تدوخ داخل مو بيتكم. اوه روح برا. ما علي زين ابوي منو بنا؟ انا خلاص علي خلينا حاجه. لا تسوي حشره. ها ها الثالثه شفتها ولا ازعجت؟ لا تسوي حشره نكبه الراك. وانت طالع شل وسخ وياك. شوف عنا لي ابنه شل وياك هذا ظهره بطنك عورك هذا وي الحمام انا شو صك الليتات وانت طالع مو ببلاش. هذا مو بيت الرعب. شو مو بيت الرعب هذا؟ هاي القوانين. لا ترمد على الارض لانه وين برمد؟ وين برمد؟ الحمد لله انا ما 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 ادري ايش قال. الحمد لله الحمد لله الله يرحمه. هاي قوانين يا اخي التزم فيها بدش بيت. لا 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 ابوي سمع انت استشرت حد؟ ليش احمد؟ لا بقول لك مروان في اشكال ما بتشوفهم. يا شو نضيف خانه جديده؟ شو اكتب؟ في اشكال هي اللي يقولون كلام هي اللي يشوفون اللي يقولون له برا هالاشكال من الدخول. يعني هذا بنت؟ هذا بنت من البنود. ندرجه هني في القائمه. ندرجه اللي ما يضرب فاسلين وديده بيضاء صح يشوه منظر المكان وعلى البال الارضيه يشوف سيراميك. سيراميك سيب وقع ما نباه صح. وزين بوي هاي الاشكال اللي يحس عمره قصته منظر هذا ما نباه. صحيح. الاشكال المعينه اييك واحد مكرش فاني تطالع كذي بيخرب ليش المكان؟ بيخرب هذا المكان صح. اييك واحد يشوف التلفزيون خساره كهرباء وش اسمه ليش؟ صح. ريلو ما تنحط على القنفات صح. منظر كولجيت صح. مكان ريحة الفم مكان وسيع خرب الرع صح. الزرع شوف في ناس يدرسون في الزراعة صحيح. هم معدودين. هاي المزرعة يسون هناك يدرسون في الزراعة. هايين شيء فزاعات خلهم هناك. ما ضارب جودرن والله من بالسبب بيبي يحط راسه هني. لا على الغنف بيت بناخر ويرون. لا ما نبغى. صحيح صح. حرام انت شفت على زود يا بيبي يلعب بلياردو شو يسوي؟ يلعب بلياردو شوف كرامة. هي. هذا المصطاع من ما بيولد لأنه شو يسوي؟ شو يسوي؟ لأنه ما بلاش. هي هي شك. هي ليش؟ صح. ليش كبر القدام هذا في ناس صانعين صح على مستوى معين صحيح على حرفية معينة صحيح. أول ما تأخذ القدام في سعر شو باش لها سيدة؟ سيدة ثلاثة أيام واحد صدقك. وهذا اللي بيلعب كبير بيكسر بوك والكرة تنطر من هناك صح صح كسر من الدنيا صح. هالاشكال اللي لازم تقدمها من الحياه فالرجاء من اللي بيهني اتباع القوانين بروش 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 بروشور. ايه غير عن هاللافته. لا هاي اللافته هاي حق منو؟ هاي ناس ما تدينها يعني ما كنا نضاف في بيوتنا صح صح. نوادر شعبي صدق بكيلس في الحمام وبكتم تغني. لا لا تدينا وصيح. ها مكان شغل مكان شغل جميع الاشياء صحيح. سمعت لي ابوي؟ نعم. هذا البيت في حرمه. وين؟ كل بيت في حرمه. صدقك. احنا راس مالنا الحرمه هني. جايينا لابسين الشورت كذي، جايينا ضيوف، هذا مو المعبر. صدقك يا صدق. الله الله. بعد بسيطة مشي على البيت. اللي هو؟ واللي بيهني ما يدي خالي. صح. لو كرتون ماي. صدقك. لو غرشة فيمتو. شوف غرشة البنتو صح سوى سطل واحد. انت شوف انت الله يخليك وانا البلوش هذا السطل البنتو.
ما البلوشك ما يذكرهم بالخير والله اني احبهم. هذا السطر كامل غير شيء وحده صحيح، لان قال لك شنو هذيك لون صح كلر اول بادي كله ثلج كله ثلج يحطون قطرتين. هذا اول احترام، اول ما يحترمون شو السطر صح العسير صحيح. هذا الاول عقب ما يسوي له سالفه مروان هو عرقان داق بلوش شال مني حد مرض؟ ما حد مرض. حد استوى بشيء؟ ابدا. انت يا جيب لك حبتين نقانق عشان مليون صح، جيب لك بوطيين همبرجر 48 صحيح صح ولا لا؟ ولا شو؟ ولا مالك مكان هني؟ ولا مالك خلاص؟ ايه هني ماشي هني ماشي صح. هاي العربية يسي يتحرى هذا السيكل سيجلس عليه؟ ها يلا فيسوي لك كيكي تو لاف مي صح. كتبها الناس تقراها صح، ثقافه تتعلم صدق. من علمني حرفا صرت له عبدا صحيح. وانت ولا شيء علمتني في الدنيا غير الخراب. منوها انت احمد اذكر الله. انا قلت لك والله يا مروان لا تحفظ، انا بحط كاميرا هني جاسوسيه روحي احمد. لا 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 وانت اشوفك لاعب في البيت لعبه. ليش؟ لا هذا مو ملكك انت، انت مركب ديكورات تسوي ما ادري شو. سيتشي ديكورهم حلو احمد؟ لا حلو والله حلو ما شاء الله. اخبار علي؟ ها صورتي بعدت لك عشان احط صورتك؟ لا لا يا اخي احسب لا لا اي شو تبغى؟ الصوره تبعد شنو بعد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما سويت انه هذا بار شو بسوي لكم؟ بار اسلامي. شو قال بار اسلامي؟ اي كولك هذا بتاع بار اسلامي تاع ليش تبي المطبخ؟ ها بعد في المطبخ يعني؟ هذا يس هذا بار اسلامي. ليش المكيف شغال؟ شو؟ شو من يدفع كهرباء؟ نحن المكيف ليش شغال؟ حق منو؟ حق كراسي؟ كلامي صح ولا غلط؟ صح احمد. احنا تفندل لازم تبرد مكان احمد. شو مشبوك؟ مشبوك احمد. هذا مشبوك هذا عمل هذا هو بار اسلامي تبغى تجلس كوفي عندك. شو بعد طبعا ابنه؟ ليش حاط ما تحطون تلفزيون على المطبخ؟ ها؟ هذا بزخ. شوي البزخ؟ اذا هاي القاعده موجوده عباره بهي تلفزيون. وين مشكلة انت ما حيت عندك مخافيات بيت بخل هني ويا ابن هذا؟ منو بتجيب انت هني البيت؟ احنا هي تسكن في البيت شفت هذا موجود. يعني من المالك نفسه. من المالك نفسه. بيحط تلفزيون حق المطبخ. جريت. هي 3D. 3D. لا لا شغلكم مقاوم. في نواقص احمد؟ لا ما في بي. اذا وين سنيب من هذا الماي مال هذا وين سنيب؟ وين الشركه اللي تجي كل في الاسبوع مره؟ هالشركه لازم تسوي لها تليفون. اي ما في سوي لها زي تليفون انت احمد. شو خانتك؟ انت شو خانتك تتهني؟ ها ها. بعطس زي عطس. ليش خلص زيت عني؟ حتى هني تطلع لي؟ والله راحتك الحين بتنخشني ياكلني. ليش؟ والله العظيم راحت والله. بدي الحين ها؟ ها؟ الحين تعبان على الديكور وصار في حالتي حال عشان انت تجلس فيه؟ يلا 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 هناك بين ملحق ملحقنا. ايه زريبه. لا لا مو زريبه احمد. لا لا زريبه. لا لا شوف اللي ارسل لي هناك. لا لا ما عليك. والله العظيم والله. لكن انا اللي ما فيه مروى ابوي. يلا بي. انا اللي ما وين السكن مالك؟ هذا ايه؟ يلا هناك. تم يجلس هني. يلا هناك بيصير يجلس هناك يلا. هناك يعني عادي ما وين الزرع وين؟ الزرع ترى انت قلت ما تبونه. ايش قال ما نبى؟ لو ما نبى؟ حق شوفي بين اشتري الدينم مالهم هاي والبيت شغل البيت روح بيلعب بي 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 انا بجيب لكم اياه. يلا جزاك الله خير. بعدين هاي تحطون اياها؟ ما علي ما يحتاج زرع. الحمد لله ترى شعره من يلد الخنزير فايده. لحظه ها؟ خيب اشقى حفره. ايش كريم هذا ماي ماي مثلج انت شوفي خلاه. انا ابو مروان والله حرام عليك والله. شو سويت زين الحين؟ انا ابو سكين يعني شو كيف يعني شو اسوي يعني انت الحين؟ هذا ها علي يلسع حقكم انتم. ايش شفت؟ انت سويبري لا احمد لا والله لا لكل الملاحظات اللي انت قلتها. ايه؟ شو قلت انت وين يسوون؟ في الزراعه. زين الفرق ما بين الزراعه بين مكان في مسؤوليه. زين انتم تبغون تلعبوا ورقه؟ خلي الناس يقطعون برا. تبغون تلعبوا ورقه؟ تبغون تسدحون؟ تبغون ما ادري شو؟ لكن انت كذا تهين الانسان. شو قاعد يهين الانسان؟ الانسان روح يهين عمره. ها؟ روح يهين. يعني الحين هناك منو بين اسمك؟ لازل زقرت. شو معناتها يا يعني الحين يا بني انا هني في يعني. هناك تقدر تنبطح؟ هني تروم تنبطح.
ليش الغرفات ما شاء الله يقولون انا؟ لا 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 حق تشصيف؟ بتشصف الغرفات بتشصف المخد؟ كيفك والله؟ هذا الكلام مو علي انا، مخبراني انت قاعد تلعب. انا بلعب بالرياض وين ما با، بضرب القب وين ما با. ما تحكي انا. اوف. ايه الحين تشوف. الحين اقول لك يعانى ابغى غدا يا بلي ايس كريم، شو المذهب اللي فيه؟ والله لو قايل لي اخوي قلت لك تبغاني اسيب لك من الاسواق الحين. شو بتجيب لي ستاره؟ اكل ستاره؟ اسواق مندي. اه اوكي. من؟ ترى ترى الشعر في جلد الخنزير؟ فايدة فايدة الحين بديت حصلت له ثغرة انا بيذوب السكرين بيشتي ماي. شو تقول حق جمهورك احمد حق العرض اللي ان شاء الله باذن الله العيد صار الفجيرة؟ اكيد في الفجيرة مروان باذن الله باذن واحد ثاني وثالث ثاني وثالث ايام العيد في الفجيرة ان شاء الله. يا سلام بعد هناك بعيد بدينا بعد خوش رنقة هناك هي بعد ما يحتاج الفجيرة يعني اعتمد خلاص بناء على رغبتهم يعني اغلب الرسائل اللي جت حتى مكبتشر يبون ثاني وثالث لا اول ولا زياده بس يومين على الاقل سيبك حصل حسنات من حصل حسنات الحمد لله انت ليش حاطينك على حسناتك؟ صلي صلاه العيد وطلعنا من المسرح صلاه العيد ورد بنسلم على هالامه ولا سلم على حد وين سال على مروان هذه كلهم روح على مروان على ما يخليكم تعيدوا يلا ثالث حصاول يوم العيد شو تحصل انت؟ استغفر الله العظيم. زين بالعيد يهنى اول يوم. لا تكون بعد بروفا. ها لا 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 لا. انت متمكن؟ انت حافظ متمكن يعني خلاص ما تبغى بروفا؟ شو على كيفك؟ ما اعرف شو بتقول في العالم. لو ما عاد شو بتقول. لو ما عاد شو بتقول بقول لك كلمه حتى يبغى بروفا. النص 70 صفحه. زبي؟ صح. بدايه العمل اسم العرض اربع ساعات العرض يدش ثلاث اجزاء ثلاث اجزاء بس جزء موسى البقيشي جزء وانت جزء والناس يتحرون والله يبن بيوالا والله يبن بيوالا انا مو مقتنع انا مو مقتنع خنجر مال عين وين مكتوب في النص